السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعنوا عليه بالمحنة،
والجزء الأخير أعلن عليه للمنحة، والجزء الوسط هو ذلك الحوار. وكأن ذاك الحوار الذي دار بين يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين صاحبيه في السجن بمثابة المرحلة الانتقالية من المحنة إلى الانفراج والمنحة، وكلنا تقريبا يعلم أبعاد المحنة التي تعرض لها يوسف. هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم طارق الجذور في النبل والكرم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا الكريم تعرض لمحنة أظن أن أحدا منا على صغر شأنه أمام يوسف قد تقتله من أول خطوة، يرمى في غيابات الجب وهو صغير، بل وهو يباع في السوق بثمن بخس، بل وهو يشتريه عزيز مصر ليكون خادما في قصره، بل وهو يعرض لفتنة النساء وتراوضه امرأة العزيز عن نفسها وراودته نساء القصر عن أنفسهم، بل وهو يتهم بتهمة هو منها براء ثم يلقى في السجن بريئا أسيرا. هذه هي باختصار الأبعاد المحنة التي تعرض لها ذلك النبي. فبينما هو في السجن دخل معه اثنان، رأى كل منهما رؤيا في منامه أراد أن يؤول لهما يوسف وأن يعبر لهما هذه الرؤى لما رأوا عليه من سيما الصلاة والإحسان والتقوى. فقال أحدهما: إني أراني أعصر خمر. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور. ماذا تريدان؟ نبئنا بتأويله: إنا نراك من المحسنين. كما قلت لكم طالت صحبتهما له في السجن، فرأوا منه ما رأوا من سيما الصلاح والإحسان والتقوى. فقال لهما ليطمئن قلبهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. يطمئنهم أنه إن لن تتناول عشاءكما أو غداءكما إلا وأكون بحول الله وقوتي قد أولت لكما ما رأيتما. فكأنهما قال له: أهذا العلم سحر أم كهانة؟ فرد عليهم قائلا: ذلكما مما علمني ربي. ثم بدأ يفصل له الملة التي هو عليها وكانت سببا رئيسا فيما هو عليه من إحسان رأوه وتقوى رأوها وصلاحا عينوه وعلم طلبوا منه من خلاله أن يؤول تلك الرؤى. فقال لهما أول ما قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فبدأ فيما بدأ به في شرح الخيوط الأولى للملة التي هو عليها بالطبع. وهذا يا إخواني لازم لكل مؤمن، بل هذا هو مقتضى الإيمان ومن أهم مقتضياته.
أن تترك وأن تبرأ وأن تبغض الشرك وأهله والكفر وزبن. هذا ركن أكيد من أركان الولاء والبراء الذي هو من أكد مقتضيات التوحيد. فلا يسلم توحيد إنسان قط ولا زال قلبه معلقا بغير الله، يدعوه يرجوه يستغيث به يتوكل عليه يفاوض إليه. لا يسلم توحيد، لا يسلم توحيد إنسان لا زال في قلبه حب لمن عاداه الله ولمن عاد الله. لا يسلم توحيد إنسان يطلب جلب النفع ودفع الضر من غير الله. كيف؟ لابد أن تنقطع العلائق بين كل شيء مما سوى الله. قالها إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون. ثم قال: إن الذي فطرني. هذا هو معنى قوله لا إله إلا الله، نفي وإثبات. هذا هو التوحيد أيها السادة، بل قدم النفي على الإثبات، إذ لا بد من التخلية قبل التحلية. لا بد أن تطهر قلبك من كل مظاهر الشرك أصغره وأكبره. لا بد ألا يكون في قلبك حب لأعداء الله، بل الحب كل الحب لله ورسوله والمؤمنين، والبراء كل البراء من الكفر والشرك والمشركين. هذا مقتضى الإيمان. لا بد يا إخوان، لذا بدأ معهم بهذا الوصف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ثم قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واتباع ملة الآباء على ضربين: ضرب محمود وضرب مذموم. أما الضرب المحمود في اتباع ملة الآباء هو اتباعهم على ما هم عليه من الحق، أي ليس لأجلهم بل لأجل الحق الذي معهم. وهذا هو سبيل المؤمنين في كل زمان ومكان، سبيل المؤمنين في كل عصر ومصر، أن يتبعوا من سبقهم ليس لمجرد أنهم سبقوهم، لكن لمجرد الحق الذي معهم. وهذا ضرب أتباع الأنبياء والمرسلين. لذا قال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، للحق الذي هم عليه، إن أنهم أنبياء الله ورسل. فإن لم يكن معهم حق فمع من الحق إذن؟ أما الضرب المذموم في اتباع الآباء هو اتباعهم على سبيل التقليد الأعمى، سواء كان الذي معهم حقا أم باطلا. وهذا هو مذهب جل العوام في أي مكان: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. هذا هو مذهب العوام في كل مكان. بل قال الله عنهم وعن أقوام قالوا لنبيهم: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. رفضوا الحق لمجرد أنه يريد أن يصرفهم عن مذهب الآباء الذي يصطدم مع الباطل الذي معه. بل وقالوا لنبي آخر: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما وجدنا كان عليه آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يقاتلون في الباطل فقط،
يتبعون مذهب الآباء ليس لمجرد إلا أنهم آباء فقط، هذا اتباع مذموم. قال الله عن أمثالهم إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ماذا كان يجب عليهم؟ اتركوا هذه الملة الضالة. قال الله فهم على آثارهم يغرقون. هذا قدح في هذه العقول، أن لمجرد أنك رأيت أباك يفعل ذلك إذا هو حق، أن لمجرد أنك وجدت قومك انتشر بينهم أمر ما أهذا هو حق، أن لمجرد أن شاع أمر بين العوام أيصبح حقا؟ بل قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. منذ متى كان مذهب الشيعوعة هو الحق؟ بل شيعوعة بالفعل لا تدل على جواز كما قال أهل الأصول. لذا قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لما معهم من الحق؟ ثم بدأ يفصل هذا الحق. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. أتسمع لهذا الأسلوب البلاغي العظيم العميق؟ ما كان لنا أسلوب فيه استنكاف أن يصبح الإنسان مشركا خاصة وأن له رب. إذ بالله عليكم كيف يشرك به وهو الإله الحق المتفرد بحسن الأسماء وعلو الصفات؟ كيف يعبد معه غيره وهو المتفرد بالعبودية الحق؟ كيف يدنس الإنسان نفسه وعقله وعبادته بشيء والله يتنزه عنه العقلاء فضلا عن الموحدين الأقوياء؟ كيف يعلق قلبه بمن العجز والجهل صفته؟ كيف يدعو من لا يجلب الضر لنفسه فضلا عن ان يجلبه لغيره؟ كيف يتعلق بقلبه بمن لا يدفع الضر عن نفسه فضلا عن ان يدفعه الى غيره؟ كيف نقول هذا لهذه الملايين التي تذهب إلى مول السيد البدوي كل عام وتصل أعدادهم بما يزيد عن 3 ملايين؟ لهؤلاء الذين يذهبون عند قبر الحسين والسيدة زينب وغيرها من قبور الأموات التي هي في ديار المسلمين عام، يطلبون منهم الولد، يطلبون منهم الرزق، يطلبون منهم دفع ضر أو جلب خير. نقول لهم ما لكم؟ كيف تحكمون؟ قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم بينهم عجز هؤلاء الذين دعوا من دونه، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نقول هذا الكلام الذي قاله يوسف، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. العلماء يقولون شيء هنا نكرة، وما في الأول الجملة نفي، والنكرة في سياق النفي على مذهب جمهور أهل اللغة تفيد الحصر وتفيد العموم والشمول، أي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء جل أو ضر كبر أو صغر. نقول هذا الكلام لمن يعلقون التمائم في بيوتهم،
لمن يغلقون التمائم على أيديهم يتبركون بها، لمن يغلقون التمائم في السيارات وفي البيوت وفي الأعمال جلبا لخير أو دفعا لشر. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد فشل. فلابد يا إخواني أن تفكر بعقل. قلتها لسائق سيارة التاكسي: هذه الخرزة الزرقاء إذا طرحت بها على الأرض ما الذي يحدث؟ قال: تنكسر. قلت: سبحان الله، لم تدفع الضر على نفسها، أتدفعه عنك؟ فلابد أن نعمل عقولنا عما يدنسه. أن أتكلم عقلا وشرعا، ما كان لنا أن نشرك لله من شيء. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يذكر نعمة الله عليه ومنة الله عليه بهدايته إلى التوحيد. يا مسلمون، فوالله ثم والله ما أوتي عبد خيرا من نعمة التوحيد، ولكن لقوم يعلمون. ما من منة أجل من أن يمن الله عليك أن تكون معلقا بالملك الحق فقط في زمان يسجد فيه للفئران، في زمان تعبد فيه الصلبان. فاحمد الله، والله نعم، كما قال يوسف: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أفضل نعم. كان نبينا وهو يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لولا أنت ما اهتديت، أنا أريدك أن تستشعر كل يوم بل كل نفس أن من الله عليك بأن نزلت من رحم موحد. احمد الله وسل الله أن تموت على ذلك. فكثير من الناس أضلهم الله بما كسبت أيديهم بعدله سبحانه وتعالى، ومن عليك. فأريد أن يعلق قلبك بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله، اللهم لولا أنت ما اهتديت، ولا تصدقنا ولا صلينا. بل قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. بل يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعمة ومنة. نرد بذلك على هؤلاء الذين جعجعوا في الأيام الماضية لما نجحت وكالة ناسا الأمريكية أن صعدت بأول مكوك لها على كوكب المريخ. فرأيت وابلا بل زلزالا اجتاح كل صفحات الإنترنت في الاستهزاء بالمسلمين، بل منهم من المسلمين من قال: هو لازلنا نختلف ندخل بيوتنا باليمنى أم باليسرى. اتخذوا آيات الله هدوة من أجل هؤلاء القوم الذين لم يبلغوا بعقولهم هذه بعد أن بلغوا المريخ، ولا زالوا في الوحل والطين والتراب في جانب الاعتقاد. قال الله عن سلة مباركة من أنبيائه في سورة الأنعام بعد أن ذكرهم بالإذن: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. هؤلاء الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلو ملأت الدنيا بكل خير
لا ينفعك طالما أنك لم تلق الله بلا إله إلا الله عاملاً بمعناه، قائماً بمقتضاها، مقيماً لشروطها، واقفاً على أركانها، مجتنباً لنواقضها، كذا فلتفع. فكيف لا تدرك هذه النعمة والمنة؟ كيف؟ هذا التوحيد الذي فقد كثير من الناس الشعور بفضله، هذا التوحيد الذي ما خلق الله السماوات والأرض إلا لأجله، هذا التوحيد الذي نجاك الله به بإذنه من الخلود في جهنم، هذا التوحيد الذي تصلح به المجتمعات وتؤدى به الحقوق والواجبات. وسلوا التاريخ، سلوه، لما رفعت الأمة راية التوحيد فقط، لا إسلام اشتراكي ولا إسلام ديمقراطي ولا إسلام ليبرالي، لا، لا إله إلا الله فقط. نبغوا في علوم الدنيا وعلموا الدنيا علوم الدنيا ودانت لهم الأرض. صحابة رضي الله عنهم الجيل الذي حقق التوحيد الخالص دون الصفصقات بقى اللي بتسمعها في هذه الايام، في 50 عاما دان لهم ثلث الكره الارضيه، فبه يمكن للانسان القام به. فلا بد ان نستشعر فضل الله. فهل يستشعر اكثر الناس هذا الفضل؟ الجواب لا، كما قال يوسف، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تأتيه المنة وتأتيه النعمة ويدى إليه الإحسان ولا يشكرها ولا يعرفها، ومن ثم لا يقوم بها ومن ثم لا ينتفع به. ثم قال له يا صاحبي السجن، اسمع بالله عنه، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أرباب مزعومة باطلة، عاجزة ضعيفة، متفرقة بين أحجار وأشجار، بين أموات وملائكة، بين نيران وثيران وصلبان، أرباب متفرقون، أهؤلاء الخير أم الله الذي له كمال الأسماء وجلالها وله علو الصفات وكمالها، الواحد الواحد في ذاته، الواحد في صفاته، الواحد في أفعاله، القهار الذي انقادت له الأشياء في سلطانه وبسلطانه وبقهره وتحت ملكه، الذي له العموم المطلق فانقلت له الأشياء بسلطانه. أهذا الإله خير أم هؤلاء؟ هذا نوع من تقرير الحق بالسؤال. ثم قال لهم ليبين لهم عكس الملة التي هم عليها، قال إن هي إلا أسماء سميتم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، مجرد أسماء لا حقيقة لها، لا فعل لها، لا كمال لها، لا حقيقة لها، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فأنتم الذين اخترعتموها وكسوتموها ثياب القدسية وتعبدتم بها أنتم بعقولكم. هذا مثل بالضبط الذي اخترع اسم الليبرالية ووضع قواعدها، الذي اخترع اسم الديمقراطية ووضع قواعدها، ثم يريدها أن تصبح دينا يتعامل الناس به وكأن الإسلام لم يرى هذه النقطة. هؤلاء يدخلون في تلك الآية، ما تعبدون من دونه إلا أسماء
فحينما تقيم الحجة على أصحاب هذه المذاهب يقول لك أنا مسلم ليبرالي، أنا مسلم يساري، أنا مسلم ديمقراطي. قال الله جل وعلا: ما أنزل الله بها من سلطان، بل نزل السلطان ببطلانها وبضدها وبنقضها وبالعمل بخلاف مقتضاها. لذا قال بعدها: إن الحكم إلا لمن؟ لمن يا معشر المسلمين؟ أهذا كلام شيخ متشدد؟ أسلوب بلاغي لا يخفى على أي عاقل حتى وإن كان جاهلا باللغة. إن الحكم إلا لله، نفي واستثناء للحصر والقصر. فالحكم في الخلق لا يكون إلا من قبل الخالق الذي يعلم ما ينفع مخلوقاته فيأمرهم به ليصلحوا، والذي يعلم ما يضرهم فينهاهم عنه حتى لا يفسدوا. ببساطة، ألا يعلم من خلق؟ فهو الذي وضع لنا إطارا كيف نعيش في هذه الدنيا. وما فرط في الكتاب من شيء، هذا أيضا كلامه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكلام ده أين هو؟ أين هو في معاملاتنا؟ في عقائدنا؟ في عبادتنا؟ في أخلاقنا؟ في مظهرنا؟ في بواطننا؟ في كل شيء، أين هو؟ ونقول: أين النص؟ ونقول: دماء المسلمين تسفك في كل مكان، أين هو؟ أحبتي في الله، قال بعضها: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فقرن إفراده بالعبودية بإفراده بالحاكمين، مع أن الأول داخل في الثاني، لكن بشدته وخصوصيته كما يقول العلماء. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا مما حكم به. ذلك الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه، لا خلل فيه، لا تمييع فيه، لا شوائب فيه، قيم. تضيف عليه أي شيء يعقد، ولا يصبح هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين ماذا نوليه؟ ماذا؟ ما تولى. ذلك الدين القيم مستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الأول أكثر الناس لا يشكرون، ثم أكثر الناس لا يعلمون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. كما قلت، مذهب الشيوعة لم ولن يكون مصدرا لتلقي الحق، لأن الأكثر لا يعلم ومن ثم لا يتكلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم اما بعد، كما قلت اخواني في الله في اول الخطبه، ان الجزء الاول من سوره يوسف يعبر عن المحنه، والجزء الاخير يعبر عن المنحه، وفي الوسط هذا الحوار. فلما قام يوسف بهذا الحوار ثم أول الرؤى له، بعدها قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سباع
الآيات، وكأن ذلك هو بداية التدبير الإلهي لتفريج المحنة وبدء المنحة. فكأنها رسالة أيها السادة، يا معشر المسلمين، إن كنتم على صفاء التوحيد ونقائه وظللتم على هذا الثغر الأصيل تقومون به، تعملون به، تقفون عليه، تنتفعون به، بل وتدعون إليه بصفائه ونقائه لا بإدخال شيء آخر فيه، ثقوا بالنصر، ثقوا بتفريج الأزمات، ثقوا برفع الكروبات، بل ثقوا بالتمكين الذي ليس هو بغاية قط، بل هو وسيلة لأشرف غاية وهي تعبيد الناس لله. فالأصل في التمكين أنه وسيلة أعانك الله بها لتدعو الناس إلى ما كنت عليه. فاحذر أن تشوب عقيدتك عقائد البشر حتى إذا مكن الله لك فيصبح تمكينا مهلهلا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فلا بد أن ندرك خطورة المرحلة التي نحن فيها، لا بد أن نصلح عقيدتنا وأن نقف مع أنفسنا وقفة حق وصدق. توحيد بمعناه وشموله ما أحال على مستوى الأفراد والمجموعات والجماعات والأمة، حتى يمكن الله لنا كما قال ووعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلتعد الأسر المسلمة نظرتها مرة أخرى في توحيدها وفي عبادتها وفي عقائدها وفي أخلاقها وفي معاملاتها وفي تربيتها وفي أبنائها وفي أحوالها وفي ظاهرها. فلنعد النظر مرة أخرى حتى يفرج الله الكرب وننقل من المنح محن إلى المنح. أختم كلماتي وآسف على الإطالة بتذكير بحق زكاة الفطر، فهي زكاة فرضها الله على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى. يفرط الكثيرون فيها، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو متفق عليه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الرجل على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، ومقدارها سهل جدا. نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكذا الأئمة قدر بسيط، صاع أربع أندال يعني 2.5 كيلو من غالب قوت البلد فقط. مسألة سهلة أن تخرج هذا عن نفسك أو عن من هم تحت ولايتك، زوجك، أولادك، حتى وإن كان إخوتك ضمن ولايتك فافعل. كل من توليت أمره يجب عليك فيه هذا القدر وتخرجه للفقراء والمساكين، وكما قال: طعم للمساكين. فلا تعدل على المنصوص إليه عليه بمفهوم بعقلك، لا تعدل. إذ حق الله في المال ظاهر في زكاة المال. الصدقات أبوابها مفتوحة، زكاة الفطر طعمة للمساكين، طعمة، كلام واضح، طعمة للمساكين. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا تنسوا هذا الأمر. وقت استحبابها من فجر آخر أيام رمضان إلى الصلاة، وقت جوازها يجب قبل ذلك بيوم أو يومين كما فعل ابن عمر وبعض الصحابة، بل وأجاز بعضهم إلى بعد الصلاة غروب شمس أول أيام الفجر، أجاز بعضهم ذلك.
لكن وقت الاستحباب بعد صلاة بعد غروب شمس آخر أيام رمضان إلى صلاة العيد، وجائز قبل ذلك بيوم. الأمر سهل وميسر، ويمكنك أن تعطي المال لأحد هؤلاء الذين يوكلون بشراء هذه الهلال وتوزيعها على الناس، وتكون بالتالي قد أبرزت ذمتك أمام الله. اسأل 3 كيلو رز بكام وأعطي هذا المال، أو على حسب عدد أفراد الأسرة، لو أنتم 5 3 × 5 15 15 في 8 كيلو، وأعطي المال لأحد المساجد التي تحيط بنا ولله الحمد، ويشترونهم بالأطنان ويقومون بتوزيعها جزاهم الله خير، لتكفوا أنفسكم هذه المؤمنة. لكن لا نفرط يا إخواني، وهذا من تعظيم شعائر الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر بين ربوع الأمة الود والحب والإخاء والإحسان، فما أحوجنا إلى الحب في الله تحت مظلة التوحيد التي سقنا بعض مظاهره في لقائنا اليوم يا صاحب السجن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويهدى فيه اهل معصيتك، ويذل فيه اهل الكفر والشرك. اللهم اصلح قلوبنا ولا تعاقبنا بذنوبنا، اللهم اصلح قلوبنا ولا تعاقبنا بذنوبنا، اللهم ثبتني على دينك حتى نلقاك، اللهم توفنا على لا اله الا الله، اللهم احينا عليها وتوفنا بها، اللهم احينا عليها وتوفنا في سبيلها، اللهم ارحم مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اهد شباب وبنات المسلمين، اللهم استر نساءنا، اللهم ارحم عجزنا واغفر لنا تقصيرنا، اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم اعنا على قيامها ايمانا واحتسابا، اللهم اصلح احوال ولاه امورنا، وابرم لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على ما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعف اخواننا في سوريا وفي بورما وفي نيجيريا وفي فلسطين وفي افغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منا ومنهم، انك بكل جميل كفيل، وانت حسبنا ونعم الوكيل. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله رسوله من وراء، والله تعالى اعلم، ونسبه العلم اليه اسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واخر الصلاه.